بسم الله الرحمن الرحيم، إخواني الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية بعتذر منكم إنه بالفيديو الأول ما قدرت كفي الدرس على الأخير. أنا مسجل كنت الدرس، ولكن أثناء المونتاج حسيت إنه الفيديو حيكون كتير طويل، على قد هيك فضلت إنه أنا أقسم الفيديو لجزئين. بالجزء الماضي وصلنا لمرحلة معينة، وإن شاء الله بهذا الجزء حنكفي من محل ما بلشنا للنهاية. خلينا نروح نبدأ على بركة الله سبحانه وتعالى. هون أنا في عندي هيدي الريشة يلي هي أربعة فلوت، يعني أربعة أسنان، سن اثنين ثلاثة أربعة، ماشي. هيدي الريشة حركتها حتكون هيك حركة دائرية، ولا حركة تانية يلي سفندر هو حيحركها إياها يلي هي الحركة الخطية يلي هي بدها تفوت هيك. خلينا نعتبر هيدي هون هيدي هي الخشبة، وهيدي الريشة هتحرك حركة دائرية وهتحرك حركة خطية. الحركة الدائرية هي لها علاقة بسبيد، والحركة الأفقية الخطية يلي هي لها علاقة بالفيد، حكينا عنهم بالأول وكل اللي حكيناه بس لنقدر نحن نسهل فهم هيدي العملية اللي حتصير هلا. خلينا نشغل الفيديو تنشوف شو بده يصير. لاحظوا كيف فاتت الريشة، أكلت، عندما أكلت فتح الطريق. لاحظوا هلا هون هيدي المنطقة هيدي ما فيها ريشة، طب هيدي كيف عم ماشي هون؟ هيدي هون ماشي محل ما أكلت الريشة، هيدي الريشة أكلت شلت نشارة زتتها لورا، قاموا هون فاتوا محلها. طيب هلا عندما بتخلص هيدي بتكون وصل دور هيدا السن، بينزل هون بياكل. خلينا نشوف، لاحظوا واحد اثنين ثلاثة أربعة على عدد الريش. خلينا نفوت فيهم هون، إذا بتلاحظوا عنا هيدي الريشة هتاكل هدول، فتحت الطريق قامت قربت المكنة، طبعا المكنة عم تقرب بشكل مستمر وهيدي عم تاكل بشكل مستمر، بس لما اكلت هيدي الريشة الريشة هالمرقت هيدي الريشة هلا بدها تنزل بتاكل هدول، هتفتح الطريق للريشة تقدر تقدم، بتقدم تقوم الريشة اللي وراها بتاكل هدول، تفتح الطريق بتقوم تقرب الريشة بتقوم الريشة اللي بعدها بتاكل هدول الى اخره، وهالشغلة هيدي بتصير لحتى نوصل للاخير، ماشي. خلينا نشوف كيف بتصير العملية. لاحظوا اكلت وحدة، شو اللي صار؟ كل وحدة من هدول، خلينا نرجع شوي لورا، لاحظوا كل وحدة حتشيل نشارة، هيدي النشارة اللي طارت هيدي اللي هون، خلينا نرجع شوف إذا في رجال تبقى هي نشوفها، بدي وقف عندها بس ما عم بقدر، بدي أحاول وقف لحتى خلي نشارة تكون مبينة اللي هي عم بتطير. اذا ما حقدر وقف عندها كتير سريعه، هيدي النشاره اللي عم بتطير هيدي هي اللي نحن بنقلها الشيبلوت، يعني هيدي الكميه النشاره اللي حتطير هيدي نحن بنقلها الشيبلوت، وهيدا الشيء يلي كتار منكم كانوا يسمعوا فيه وما يعرفوا شو هو، وفي ناس كانوا يعرفوا شو هو انه هيدا الشيبلوت بس كيف بنتحكم فيه، يعني يجي يقول لك انا في عندي مشكله بالمكنه عندي مشكله بالقص، يقوم حدا يقول له لك قلل الشيبلود او زيد الشيبلود، يجي هو يا حرام بده يقلل الشيبلود او يزيد الشيبلود، ما يعرف شو يعني شيبلود. انا اليوم ان شاء الله حفهمكم شو هو الشيبلود، واللي هو له علاقه بمقدار التغذيه لكل سن. الشيبلود هي قيمه المواد يلي بيشيلها كل سن من الخشبة، قيمة المواد اللي بيزيلها كل سن من الخشبة، لذلك بيقولوا لها هي feed per teeth، يعني التغذية بكل سن، هي قيمة التغذية لكل سن، هيدي هي الفيد ريت، قيمة التغذية لكل سن، لأنه المكنة هي ماشية حسب سرعتها حتتأثر قيمة التغذية لكل سن. وهلأ هحاول أعطيكم مثل بسيط بركي نقدر نفهم منه شو هي قيمة التغذية لكل سن.
خلينا نمشيها لتوصل لعند ما يبين معنا نحن قيمة التغذية اللي هن هدول. خلينا نقرب شوي هيك هون. لهون خلينا نعتبر انه القيمة ما بين كل خطين هول خلينا نعتبرها 1 ملي. خلينا نعتبرها 1 ملي. نحن كم فلوت نحن قلنا عنا؟ عنا 4. فلو كانت السرعة 8000 يعني الفيد ريت، الفيد ريت 8000 ماشي، والسبندل عم يبرم 8000 كمان، والسبندل عم يبرم 8000. لا خلينا ناخد رقم يكون اسهل. خلينا نقول انه السبندل عم يبرم 2000 دورة بالدقيقة، وعنا المكنة الفيد ريت عم تتحرك بسرعة 8000 فيد ريت 8000 بالدقيقة. ماشي الحال؟ اللي حيصير عنا انه حتكون الشيب لود، هيدي الشيب لود، العرض تبع الشيب لود، هيدا الشيب لود حيكون قيمته 1 ملي. نرجع بنعيد، اذا عنا حركة السبندل، هي السبندل عم بيبرم 2000 دورة بالدقيقة، عم بيبرم 2000 دورة ولكن كم سن عنده؟ عنده 4 اسنان ماشي، والفيد ريت كان 8000، يعني سرعة الفيد ريت 8000 ملي بالدقيقة. اللي حيصير عنا انه الشيب لود حيكون قيمته 1 ملي. طيب خلينا نقول اذا كانت سبندل ضلوا 2000 ولكن غيرنا الفيد ريت عملناها 4000، يعني نزلناها من 8000 ل 4000، اللي حيصير عنا انه الشيب لود حيقل على النص، حيصير الشيب لود 5 ميلي بينما بالاول كان قد ايه؟ ميلي. لما زد، لما قللنا سرعة الفيد ريت شو صار؟ زغرت عنا الشيب لود. طيب لما عملنا الفيد ريت 2000 يعني صار السبندل 2000 دورة والفيد ريت 2000، قد ايه صارت الشيب لود؟ صارت ربع ميلي، صارت 2.5 ديزيا. كل ما قللنا الفيد ريت حتنزل عملية سماكة أو عرض الشيبلود، يعني الشيبلود حيقل. نفس الشيء إذا نحن لا خلينا الفيد ريت 8000 ولكن زدنا سرعة، يعني زدنا سرعة السبندل لا من 2000 لل 4000، حيصير عندنا نفس العملية، حتنزل قيمة الشيبلود للنص. ماشي الحال؟ يعني نحن عنا كل ما تغيرت سرعة السبندل الشيب لود حيتغير، كل ما تغير الفيد ريت كمان الشيب لود مقدار التغذية راح يتغير. هلا إذا مقدار التغذية قللناه كتير، يعني صار مقدار التغذية أقل من ديزيام لنفترض، ماشي، شو اللي حيصير عنا؟ اللي حيصير عنا انه السبندل حيكون الريشي، يعني حتكون عم تتحرك بنفس النقطة، هتعمل دورات عديدة، يعني حتحتك بمرات اكتر بنفس النقطة. يعني بمثل انا هلأ لما نزلت الريشي، هذا السن نزل هون، اكل هيدي هون، اكلها شال هون شارات، محل ما احتك السن هيدا احتك بالخشب هون بهيدا نقطة الفاصل على الخط، هيدا احتك هون ولد حرارة، هاي الحرارة وين راحت؟ خزنت بهيدا النقطة، بهولي بهيدا اللون تخزنت الحرارة هون، عاد اجت الريشة السن الثاني فات اكل هدول شال الحرارة، يعني هدول اللي هن مخزنين حرارة اخدهم كبهم برا كمان شكل حرارة وين تخزنت هون. طب هيدي نحن عم نحكي بالميلي، إذا كان عم يأكل نص ميلي
هيخزن الحرارة بهيد البقعة. طيب الحرارة هون لما تخزنت هون كان صعب انها تنتقل من هيد النقطة، يعني تعبي بهيد النقطة وتنتقل لهيد النقطة، بس لما نحن اكل بس هون وبعده قطر الريشي هو ذاته، يعني نسبة الاحتكاك، يعني نسبة الاحتكاك بتزيد كل ما كان قطر الريشي اكبر، وبتقل كل ما كان قطر الريشي اقل. ماشي الحال؟ طيب لما نزلت الريشة اللي هي قطرة نفترض 10 ملي، نزلت احتكت هون، عملت حرارة، وصلت الحرارة لهون، افترضنا حرارة وصلت من هون لهون. طيب نزلت السن الثاني اكلهم شالهم زدتهم كمان، وصلت الحرارة للنص لهون. طيب لما نزلت الريشة نصها، يعني اكلت نص ميلي بالاول، بهيدي الحرارة وصلت افترضنا على النص، هون لما نزلت على النص وصلت حرارة وين؟ على الاول لهون، يعني حتحتك بهاي. طيب اذا وصلت لهون الريشة نزلت ربع ميلي، الحرارة وين حتكون؟ حتكون دخلت بقلب هيدي المنطقة كلها، يعني هيدي المنطقة كلها خزنت حرارة. نزلت الريشة مرة تانية، هيدي حتاخد حرارة مرة تانية، نزلت مرة تالتة حتاخد مرة تالتة، حتصير شارك بهاي الحرارة، حتنتقل من هون لهون. اذا على كترة عملية الاحتكاك، متمنى القطر هو ذاته كتر عملية الاحتكاك بنفس النقطة هيولد حرارة وهيسبب احتراق. ما بعرف اذا وصلت الفكرة. الريشة قطرة 1 سنتي 10 ميلي، ونحن قلنا عملية الاحتكاك إلها علاقة بقطر الريشة. ليش إلها علاقة بقطر الريشة؟ بدي حاول أعطيكم مثل صغير هلأ ممكن يوضح لنا العملية أكثر. خلينا نروح لمثالنا. في عنا مثال هون في هيدا الجرار. هيدا الجرار في له دولاب أمامي، يعني دولابان أماميات ودولابان خلفيات. العجلات الخلفية القطر تبعها أكبر من قطر العجلات الأمامية، يعني المحور تاع العجلة الخلفية أكبر من المحور تاع العجلة الأمامية. خلينا نقول العجلة الخلفية الدياميتر تبعها القطر تبعها متر، والأمامية 50 سنتي نص متر. إذا الخلفية المحور تبعها متر، قد ايه المحيط بيطلع؟ المحيط تبعها خلينا نعمل له عملية حسابية. نحن حكينا في دروس سابقة إنه لما بنطلع نحن محيط الدائرة شو بنعمل؟ بناخد الدياميتر تبعها يلي هو نحن بمثالنا هون قلنا 1000 ملي، نضربه 3.14، بيطلع عنا محيط هذا الدولاب 3140 ملي. طيب الدولاب الثاني يلي هو 500 ملي، منقول 500 ضرب 3.14، المحيط تبعه 1570. يعني هيدا الدولاب عند باب يبرم برمي كاملة، عند باب يبرم برمي كاملة قد ايه بيقطع مسافة للأمام؟ 3140 مرة. ما بعرف إذا بعده الرقم مزبوط لأنا قلته، هو الرقم اللي طلعناه قبل شوي. بينما هذا الدولاب لما بيبرم برمي كاملة قد ايه بيقرب لقد، يعني قد ايه المسافة اللي بيقطعها؟ بيقطع 1570. طيب إذا هذا برمته الكاملة بتساوي نص برمة هذا. هذا شو بيعني؟ إذا كانوا هوت دولابين اثنيناتهم متعلقين بالتراك هذا اللي هي هذا بيقولوا له جرار، خلينا نقول هذا تراك، هو هذا تراك، لا بهذا منه تراك حقيقي. جينا نحن حدا مسكوا لهذا التراك بايده ودفعوا للامام، لما يعني بيدفع التراك للامام شو اللي حيصير؟ اللي حيصير حنشوف نحن انه العجله الاماميه عم تبرم اسرع من العجله الخلفيه. شو السبب؟ يعني الخلفيه بتبرم مره، الاماميه بتبرم مرتين. السبب انه عملية انتقال التراك هي سرعة واحدة، يعني عملية انتقال العجلات من هاي المنطقة لهاي المنطقة عم تنتقل بنفس السرعة، ولكن بما انه هيدا المحيط اصغر من هيدا المحيط، هيدا حيكون عم يبرم نص قيمة الدوران اللي عم يبرمه هيدا الامامي. ماشي؟ طيب خلينا نمشيهم لنشوف. لاحظوا
لاحظ هذا كيف أسرع الأمامي أسرع من الخلف أسرع من الخلف. طيب إذا قلنا نحن عم يمشوا هيدي المسافة هون طولها خلينا نعتبرها بدنا ناخذها على قياس الدولاب الخلفي قلنا 1000 الخلفي ضرب 3.14 هو قد ايه 3140 خلينا نقول هيدي طولها 10 اضعاف يعني بنقول ضرب 10 يعني 31400 خلينا نقول هيدي الطريق اللي بده يمشيها هذا التراك هي طولها 31400 ملي. لما نحن بنكمش هذا التراك وبندفعه للامام بايدنا بنسحبه للامام اللي حيصير انه هيدي العجله هتبرم 10 مرات بينما هيدي العجله رح تبرم كم مره 20 مره ماشي. طيب اذا نحن ما عملنا هيك نحن جينا قلنا بدنا نبرم هيدي العجله وهيدي العجله بنفس السرعه هيدي العجله وهيدي العجله بنفس السرعه جينا برمنا هيدي 10 لفات وبرمنا هاي 10 لفات هيدي برمناها 10 لفات وهيدي برمناها 10 لفات يعني جينا قدرنا نحن حطينا لهيدي موتير ولهيدي موتير منفصلين عن بعضهم وشغلناهم مع بعض برمنا هيدي 10 لفات وهيدي برمناها 10 لفات قد ايه مساحة الاحتكاك اللي صارت ما بين هيدا الدولاب والارض وقد ايه مساحة الاحتكاك اللي صارت ما بين هيدا الدولاب والارض مساحة الاحتكاك اللي صارت ما بين هيدا الدولاب والأرض هي 31400 ملي يعني صار في احتكاك على مساحة على طول 31400 ملي بس ولكن بنفس النقطة هون هيدا الدولاب لا كانت أقل عن نص يعني قلنا 31400 قسمي على 2 هيدا الدولاب مساحة الاحتكاك تبعه مع الأرض مع نفس النقطة هيدي كانت قد ايه 15700 إذا هيدا الدولاب احتك مع الأرض أكثر من ما هيدا احتك مع الأرض ليه؟ لأنه المحيط تبعه أكبر محيط الدولاب تبعه أكبر بتمنى تكونوا فهمتوا الفكرة يعني أنا عم حاول بسط العملية قدر المستطاع قدر ما استطعت عم حاول أنا بسط العملية طبعا أنتوا يمكن في ناس حيفهموها بسرعة يمكن في ناس يفهموها أكثر من ما أنا فهمينا وفي ناس يمكن لا تصعب عليهم أنا بقول له راجع الشرح من البداية اهتم بكل نقطة بكل كلمة أنا قلتها لحتى تفهم الشيء اللي أنا عم قوله والشيء اللي أنا خليني إجي أحط لك مثل هيدا التراك أمامك إذا بنرجع لمثال الريشة عنا هون كل ما كان كتر الريشة أكبر وكان الشيبلود أقل كان الشيبلود أقل تولدت عنا حرارة أكثر كل ما كان المحيط الريشي أكبر هيولد حرارة أكثر ليه؟ لأن قلنا نحن مساحة الاحتكاك طول الاحتكاك اللي حيصير مع هالمنطقة هيدي هو أكبر لذلك كل ما كبرت الريشة حتتأثر بالسرعة وتولد حرارة أكثر لذلك كبر الريشة بوجب علينا أنه نحن نزيد الشيبلود بدنا نزيد يعني كل ما كبرنا الريشة مفروض نحن نزيد الشيبلود هلأ في عنا مفهوم عند بعض الأخوان اللي بيشغلوا مكنات السي ان سي راوتر خاصة المبتدئين يلي ما عندهم تجربة ما عندهم صار خبرة بيقول لك أنا بدي ريح المكنة خليني مشيها أبطأ يعني بيعمل فيد ريت أقل ماشي بيقول لك أنا هيك بكون خففت على المواتير والمواتير ماشي مرتاحة أكتر كلامه مظبوط هو إنه فعلا الموتير صار مرتاح إنه والله الريشي عم تاكل كتير السبندل سريع والفيد ريت بطيء يعني ما في عندي شيبلود قوي منه سبيك الشيبلود إذا أنا مخفف هذا على المكنة ومخفف كمان على السبندل السبندل ما عاد عنده جهد لأنه السبندل هو عم يعمل الحركة الدائرية والريشة بدها تنزل تاكل كل ما زادت الشيبلود كل ما صار فيه جهد أكبر على السبندل يعني السبندل بصير بده جهد أكبر لحتى يقدر يبرم الريشة حرك الريشة يعني كل ما زاد
الشبلوب بصير في عندي جهد أكبر على الحركة الدائرية وعلى الحركة الخطية. كمان إنه المكنة بصير بدها تشد بعزم أكثر لأنه المكنة صارت بدها تشيل هيدي القيمة من الشبلود. هيدي القيمة شو اللي بيخليه يشيلها؟ برمة السبندل. ونفس الوقت المكنة اللي عم تضغط الريشة لحتى تاكلهم. ولا لو ما في مكنة عم تضغطها للريشة لتاكل هيدي القيمة ما حتقدر الريشة تفوت وتاكلهم. مثل ما انت بتجي بتحط السكينة على قطعة الجبنة وبدك تقص، انت حطيت السكينة على قطعة الجبنة ولكن لحتى تقصها بدك تضغط، بدك تنزل، ما بكفي ان السكينة حادة، بدك تضغط نزول انت لحتى هيدي السكينة تنزل. او بدي اعطيك مثال اخر، افترضنا انت مركب هيدي الريشة على السبندل ومشغل السبندل وموقفه، جبت خشبة انت حطيتها على السبندل وبس حملتها بايدك وحطيتها على السبندل، اذا انت ما دفعتها باتجاه السبندل، السبندل لو كان دايره الريشه وكان دايره بسرعه 12000 ما راح تاكل. حتى تاكل شو بدك تعمل انت؟ بدك تدفع للامام. اذا انت حطيتها على السبندل ووقفت ما دفعتها للامام ولكن هي محتكه مع السبندل، حيصير انه حيولد دخان، حيولد حراره وربما يولد اشتعال. اذا زدت السرعه شوي بتخف عمليه الاشتعال، زيدها اكثر بتصير تاكل هي اكثر، زيدها اكثر بتصير تاكل اكثر. ولكن كل ما انت زدت السرعه الدفع باتجاه الريشه كل ما صرت انت بدك تبذل مجهود اعلى. يعني ما فيك انت تدفشها بدون ما تبذل مجهود اعلى. خلينا نقول هذا المثال مش على الريشه اللي راكبه على السبندل، خلينا نقول في عندنا الهاند راوتر، كل النجارين بيشتغلوا فيها هاند راوتر، بيثبتوها على الطاوله وبصيروا يقصوا على الطاوله. كل واحد نجار اشتغل بيعرف انه كل ما كان هو بده يمشي بسرعه اكثر بالقص كل ما كان بده يبذل مجهود اكثر، او انه اذا بدوش يبذل مجهود اكثر بده يزيد سرعه المكنه. ولكن اذا زاد سرعه المكنه وما بذل مجهود، ما دفع بسرعه اكثر، اللي حيصير يلاقي انه الريشه عم تحرق. واحيانا كثير في نجارين بيقول لك يا الله الريشه عندي عم تحرق، كل ما بحط ريشه الريشه بتحرق، بيطلع الخشب عنده محروق، ما بيعرف ليه. طبعا هيدي قلة خبرة، هي سببها اما سرعة الدفع اقل لانه سرعة دوران الراوتر اعلى بكتير، يعني مش متناسبة مع قوة الدفع اللي عم يدفعه هو للامام، او الريش اللي عنده صايرة ميتة، يعني السن تبعها ما عاد عم ياكل بالشكل الصحيح، صار بطيء بالاكل، صار عم يحتك كتير بنفس النقطة لما عم يقدر ياكلها، صار الضغط عم بيصير على هيدي المنطقة، يعني بتفوت الريشة هيدي بتقوم ما بتاكل، بتقوم بتطعج الريشة شوية صغيرة بتجي بتصير تحتك بهيدي المنطقة، هيدي المنطقة احتكاك ما فيها أكل هون، وهذا الاحتكاك بده يولد حرارة فبده يحرق الخشبة. إن شاء الله يكون شرحي لحد هلأ واضح، بتمنى يكون شرحي واضح. هلأ أنا بلاقي أنه صار الوقت لحتى نشرح لكم كيف بتتم عملية حساب الفيد اند سبيد. هلا في ارقام راح استعملها، هيدي الارقام منا اعتباطية، هيدي ارقام طبعا اللي وضعوها من بعد تجربة، من بعد ابحاث وتجارب. انا هلا رح استعمل بعض الارقام، ما تاخدوها بعين الاعتبار انتو لان ما حاستعمل ارقام حقيقية، حاستعمل ارقام وهمية، ولكن الهدف منها فقط انه انا لكم كيف بتصير العملية الحسابية. اما الارقام الحقيقية كيف بتصير، كيف نستعملها، المعادلة اللي انا حفرجيكم اياها هلا، عفوا المعادلة اللي انا حفرجيكم اياها هلا، انا باذن الله راح اعمل ابلكيشن تعمل على الام اس اكسس، انا راح برمجها وراح اعمل ابلكيشن خاصه وبعطيها للاشخاص اللي هني بدهم اياها، بيتصلوا فيي وبعطيهم اياها طبعا من بعد ما بلغ عن انه انا خلصت من اعدادها، بصير هو بيستعمل هيدي الابلكيشن وهي بتحدد له الشيب لود قد ايه بده يكون وكيف بده يستعمل الريشه وكيف بده يستخدم السرعات وقد ايه بده يحط سرعات سواء كان السبيد او الفيد. ولكن خلينا هلا نروح على الشرح.
أنا عامل شيء هون، معادلات مسجلها عندي هون إن شاء الله منلاقيها هلا. هي هالكالكوليت، هيدي هي يعني تكون واضحة عنا كلها سوا. ماشي، في عنا قلنا الفيد ريت، كلكم عرفتوا شو هو الفيد ريت. الفيد ريت يقاس بالمليمتر بير مينت. الفيد ريت يقاس بالمليمتر بير مينت. الفيد ريت شو بيساوي؟ الفيد ريت بيساوي الار بي ام يلي هو السبندل سبيد، الار بي ام يلي هو السبندل سبيد ضرب نمبر اوف كاتينج ايدج، يعني عدد الفلوت للريش، يعني الريش كم فلوت، ضرب الشيب لود. يعني نحن هون شو بكون لازم نكون عارفين الشيب لود، هذا اللي حكيت عنه قبل شوي، انا قلت لكم شو هو الشيب لود. انا لازم اكون عارف حتى اعمل هيدي العمليه، انا لازم اكون عارف الشيب لود الانسب لهيدي الريش اللي انا بدي استعملها مع هيدي الماتيريال اللي انا بدي استعملها. يعني انا بدي استعمل ريشه 6 ميلي على الام دي اف، قد ايه لازم يكون الشيب لود لا ريشه 6 ميلي اذا انا عم قص فيها ام دي اف؟ انا لازم اكون عارف قد ايه هو الشيب لود. إذا أنا عرفت الشيب لود قد ايه هو، فبيبقى علي أنا بدي أعرف الار بي ام قد ايه هو أو الفيد ريت قد ايه هو. هلا أنا حيكون عندي وحدة من اثنين، يا حيكون عندي الفيد ريت يا حيكون عندي الار بي ام، أو حيكون عندي الار بي ام. أنا عندي ار بي ام والله أنا حابب أشتغل على ار بي ام 12000. طيب إذا أنا بدي أشتغل على ار بي ام 12000 وبدي الشيب لود يكون هالقد، طيب قد ايه انا بعمل الفيد ريت قد ايه بده يكون؟ هكذا. هون اول مثل، الثاني اذا بدي انا هون انا بكون انا بدي اعرف الفيد ريت قد ايه بده يكون. طبعا انا بده يكون ضروري عندي انا شو؟ الشيب لود. هون اذا انا بدي اعرف السبيد يعني الار بي ام قد ايه هو، جيب انا الفيد ريت بقسمه على عدد الفلوت يعني عدد اسنان تبع الريشه ضرب الشيب لود. ماشي، هون انا حطيت لكم بالمثال، تقدروا تعملوا عليه سكرين شوت الار بي ام. بالمثال اللي حنحطه هون الار بي ام عندنا نحن هون حنعتبره 10000، ونمبر اوف فلوت يعني عدد الاسنان هن 2، يعني ريشتنا هون بهذا المثل الى سنان، والشيب لود راح اعتبره انا هون 0.30 يعني 0.30 يعني ثلث ميلي تقريبا، يعني 3 ديزيام خلينا. وفي عندنا فيد ريت هو 6000. الفيد ريت هون شو بيساوي عندنا؟ بيساوي 10000 ضرب 2 ضرب 0.3، اذا الفيد ريت بيساوي بيطلع معنا هون 6000. يعني اذا كان عندنا سرعه السبندل 10000، عدد الاسنان 2، الشيب لود نحن بدنا اياه 0.3، اذا لازم نحن نشغل المكنه على سرعه قد ايه الفيد ريت، لازم الفيد ريت يكون 6000. انا هون شو كان في عندي؟ كنت انا عارف انا بدي الار بي ام تبعي يكون هالقد، انا هلا بدي الار بي ام تبعي، يعني عندي اياه، انا مصر انه بدي ار بي ام، بدي اشتغل على ار بي ام 10000. انا يا اخي السبندل عندي ما بيشتغل الا على سرعه 10000، اكثر ما بيشتغل واقل ما بيشتغل، انا بدي اشتغل على سرعه 10000. والريشه بدي استخدمها انا الى 2 فلوت، والشيب لود انا بالنسبه للماتيريال بدي انا اشتغل عليها الماتيريال بهذه بتقتضي انه انا حسب حجم الريشه اللي انا بدي استخدمها اللي هي 6 ميلي افترضنا، او 5 ميلي او 10 ميلي اللي هي بده يكون 0.3. انا هون لازم انا اعمل الفيد ريت قد ايه؟ 6000 الفيد ريت يلي هو هيدا. خليني ارجع
حتى ما تكونوا عم بتضيعوا. هيدا الفيد ريت. اوكي وين بدنا نحطها؟ حطها نضلنا نقشع نحطها هون. هيدا الفيد ريت ماشي يا اخوان. اذا انا هون معي السبندل، عندي السبندل انا هون بهذا المثل هو 10,000 ماشي. عدد الفلوت هم ببين عندهم، هم بحط بالاركام ما حاطين. وعلى فكره فكروا مره بالاركام انه يعملوا طريقه يحطوا عدد الفلوت هون بقلبه ويحطوا الماتيريال وكذا ويصير هو لحاله يقول لك الفيد ريت قد ايه لازم يكون، او اذا انت حاطط الفيد ريت هو لحاله يحسب لك السبندل سبيد. ولكن للاسف جماعه الاركام وقفوا تطويره للاركام، ويمكن وقفوه كليا ما بعرف اذا كان هالكلام صحيح او لا، وما عادوا كفوا هيدي الشغله. ولكن نحن ان شاء الله رح نعمل هيدي الشغلة على ايدنا، مثل قلت لكم انا رح اعمل ابليكيشن بتساعدكم على هيدا الموضوع اذا الله وفقني سبحانه وتعالى. اذا انا بمثالنا هون عندي السبندل سبيد موجود عندي، انا بدي اشتغل على صيغة 10,000 ماشي الحال. باقي عندي انا بدي اعرف الفيد ريت قد ايه هو بده يكون. الفيد ريت انا جيت حسبتهم، قلت الفيد ريت بيساوي 10,000 اللي هي سرعة السبندل عند الريشة 2 فلوت، الشيب فلوت بدي اياه 0.3 قد ايه بيطلعوا؟ خلينا نحسب على الكالكوليتر. قلنا عندي 10,000 ضرب 2 فلوت ضرب 0.3، يعني بنقول 0.3 بيساوي قد ايه؟ 6,000. 6,000 بس هون 6,000 بير مينت، 6,000 ملي بير مينت. انا عندي هون بير سكند، شو بعمل هون؟ بقسم على 60 لحولهم لسكن، بيطلع عندي سرعة 100. اذا انا هون بتكون عندي الفيد ريت 100. هيك انا هلا اذا بشتغل بتطلع عندي هون هالاعدادات هون بتصير موازية للاعدادات اللي طلعت عندي بهيدا المثال. طيب لا، بمثال اخر انا عندي الفيد ريت ما كنت بدي اشغلها على سرعة 6,000، يعني انا محتاج انه المكنة تاعتي تشتغل على سرعة 6,000، واغلب الاحيان هيك بيكون عندنا، لانه السبندل قادرين نشغله نحن بسرعه 6 و10 و20 و24. ولكن شو هو اللي دائما بيتحكم فينا بانه نحن لازم نتحكم بسرعته وسرعته نحن محتاجينها؟ هي الفيد ريت، لان الفيد ريت له علاقه بالوقت اللي بدنا تقعد الشغله على المكنه لتخلص. يعني انا اذا بعمل فيد ريت مثلا بسرعه 6,000 افترضنا الشغله بدها على المكنه ساعة لتخلص، إذا عملت الفيد ريت 3,000 بصير بدها ساعتين. إذا أنا بهمني إنه زود الفيد ريت، بس طبعا الشغلة مش إنه على طول فيي زود الفيد ريت قد ما أنا بدي، لأن يعني الماتيريال بتلعب دور، الريشة بتلعب دور، في أمور كتير بتلعب دور. ولكن أنا لنفترض إنه أنا متاح لإلي أقدر أنا أمشي على سرعة 6,000، بس انا بدي اعرف اذا انا بدي امشي الفيد ريت على 6,000 قد ايه الار بي ام بده يكون، قد ايش بده يكون الار بي ام. نجي نحن بنقول عندنا 6,000 قسمي على 2 ضرب 0.3. هعمل لكم هلا العمليه بطريقتين، طريقه حتطلع ناجحه وطريقه تانية فاشله. خلينا نشوف اول طريقه. بنقول 6,000 قسمي على 2 ضرب 0.30 قد ايه بيطلع؟ طلع عنا 900. كيف هيك؟ شو 900 دوره بده يكون السبندل سبيد؟ مش مزبوط. طب ما كيف ما انت عم بتقلنا انه 6,000 قسمي على 2 ضرب 0.3؟ بس في شغله يمكن ما انتبهتوا لها، انه انا حاطط between two bracket، يعني حاطط بين قوسين، يعني هذا يكون 6,000 بنحط 6,000 قسمي بنحط خط على 2 ضرب 0.3. طيب حتى نعملها هون بطريقة أنجح لنقول 2 ضرب 0.3 قد ايه بيساوي؟ بيساوي 6 0.6. احفظها بالميموري
عفوا 0.6 قلنا يلا حفظناها. هلا نيجي بنقول 6000 قسمي على 0.6 قد طلعت العملية 10000 اللي هي هذا هو الار بي ام اللي نحن لازم نحطه للسبندل لحتى السبندل يعطينا يعني السرعة المطلوبة حتى نقدر نطلع الشيب لود المطلوب. شو اللي بيصير إذا ما راعينا هذا الرقم أو هذا الرقم؟ حيتغير معنا حجم الشيب لود. يعني إذا هذا الرقم يعني إذا نحن ما عملنا هاي العملية بطريقة صحيحة الشيب لود ما حيكون هذا هو. يعني إذا نحن جينا قلنا هلا إذا افترضنا جينا نحن حطينا السبندل سبيد هون 12000 ماشي وخلينا السرعة هايدي هون الفيد ريت 6000 الشيب لود ما حيبقى 0.3 حيقل حيصير يمكن 0.2 يعني حيصير العدد أقل حتصير الشيب لود أنعم والشيب لود كل ما نعمت يعني ممكن نوصل فيها بالنعومة لتصير غبرة. يعني أنت قادر تشغل الريشة بتطلع لك شيب لود من غبرة لنشارة. طبعا كل ما قربت للغبرة كل ما صارت مش جيدة وكل ما رحت لنشارة بصير أشود. ولكن علينا ننتبه لقدرة تحمل الريشة لأن إذا نحن زدنا الشيب لود كتير ممكن الريشة تطق أو إذا زدنا الشيب لود كتير ممكن المكنة ما تتحمل. إذا زدنا الشيب لود كتير ممكن السبندل ما يتحمل. يعني يمكن عندي مكنة قوية سبندل قوي عفوا مكنة قوية وريشة قوية ولكن سبندل يمكن ما يقدر يتحمل. او عندي مكنة قوية وسبندل قوي يمكن الريشة ما تتحمل. عندي سبندل قوي وعندي ريشة قوية ممكن المكنة ما تتحمل. يعني انا دائما عند ما بدي حدد الفيد اند سبيد انا بدي يكون عارف طاقة مكنتي كلها سوا. عارف طاقة المكنة المواتير الخطية وعارف طاقة المواتير الدائرية وعارف قدرة الريشة. طبعا قدرة الريشة بتتعلق بكاموفلات الريشة قطر الريشة جودتها وين مصنعة. في ريشة مصنعة تصنيع كتير عالي في ريشة مصنعة تصنيع كتير رديء. في عنا ماتيريال معينة مثلا في عنا ريش بتتحمل حرارة عالية كتير في عنا ريش هي بالأصل ما بتحمى. يعني المادة المصنوعة منها الريشة ما بتحمى. يعني في أمور كتير نحن بدنا ننتبه لها. عندما بروح بدي اشتري ريشة لازم أعرف أنا هيدي الريشة من شو مصنوعة قد بتتحمل ضغط. إذا أنا بدي أضغط عليها بهالشكل يعني افترضنا هيدي الكورسر هو الريشة وأنا عم بضغط هون باتجاه هذا الرقم نفترض هذا الرقم هو ماتيريال عم بضغط هيك الريشة قد بتقدر تتحمل ضغط هيك بالشكل هيدا. في ريشة بتتحمل أكثر من ريشة وطبعا تخن الريشة له علاقة بقدرة تحملها للضغط الضغط يلي هو الضغط الأفقي يلي بيجي عليها بهالشكل هيدا. هلا عموديا هيك أغلب الريش عندها قدرة تحمل هيك عموديا. يعني الريشة هي عم تنزل بالبلانك ريت يلي هي بنحددها هون البلانك ريت أغلب الريش عندها قدرة تحمل عالية. يعني نادر ما الريش الطق هي وعم تنزل. ممكن الطق هي وعم تنزل بس تكون عم تنزل بشكل مائل تكون عم تنزلها بهالشكل هيدا وهذا الشكل الأحسن عندما مننزل فيه الريشة ماشي الحال. ولكن إذا كانت الريشة عم تنزل بشكل مستقيم نادر ما أنه تنكسر ولكن بهذا الشكل هي عم تمشي هيك ممكن إذا كان السرعة مش مناسبة مع قدرة الريشة الريشة ممكن تنكسر. بعتقد أنا لهون كون رضيت نفسي بالشرح وبعتقد لازم كون رضيتكم ولازم تكونوا استفدتوا واللي ما استفاد يحاول يراجع الفيديو مرة تانية وتالت. وصدقوني المعلومات اللي أعطيتكم إياها بالفيديو هيدا نادر ما تلاقوا حدا يعطيكم إياها خاصة بعالمنا العربي للأسف. ما بقول أنا وحدي بهالعالم العربي عندي هالمعلومات. أنا أقل الناس وأنا بعرف فيه مهندسين عندهم معلومات أدي على 10 مرات أكثر مني طبعا معلومات على 10 مرات هل بقصده. ولكن مش كل الناس ممكن تفضي بهيدي المعلومات لكل الناس.
ربما بعض المهندسين بيفضوا بهذه المعلومات للي بيعطيهم ثمنها. أنا عم بعطيكم هذه المعلومة ببلاش، هذه المعلومة اللي بندفع حقها مصاري أنا بعطيكم إياها ببلاش بلا فلوس. أنا فتت على قنوات يوتيوب أجنبية ولقيت حدا شارح وشارح بهالدقة هيدي، ويمكن أحيانا بدقة أعلى، ولكن مش كل الإخوان يلي بيشتغلوا على المكانات، الإخوان العرب بيشتغلوا على المكانات عندهم قدرة يفهموا الفيديو يلي هو بلغات إنجليزية أو إسبانية أو طليانية أو هندية إلى آخره. فأنا حبيت أنه أقدم هذه المعلومات، وحبيت أرجع أكرر لكم إذا ما فهمتها ما تهملها، إذا ما فهمت المشكلة مش بالمعلومة، المشكلة أنك أنت ما قدرت فهمتها، فلذلك راجع الفيديو مرة واثنين وثلاثة. أنا في بعض المسائل قلت لكم أنه في فيديوهات أجنبية شارحة هيك، وأنا أخذت منهم بعض الفيديوهات، يعني الفيديو تاع الريشة هي عم بتاكل كيف عم بين معنى شيبلود، وأخذت منهم مثلا التراك هو عم يتحرك، هدول أخذتهم من فيديو أنتجته شركة اسمها هاس أوتوميشن أو شيء هاس أوتوميشن هيك بعتقد، يعني لازم أنا أذكر اسمها لأنه الجماعة شغلين عليها وتعبانين وقلن حق ينعرف أنه هني اللي اشتغلوا الشغل هيدا، وهني لما عملوا هذا الفيديو كانوا عم يشرحوا الشيبلوك، كانوا عم يشرحوه، طبعا ما شرحوه بالإسهاب اللي أنا شرحته فيه، مش لهالقد بسطوه، كان معقد شوي إلى حد ما. هلا هي هيدي الشركة بعتقد تعنى بسي ان سي راوتر، يمكن بالريش بالبنط بهالأشياء هيدي، يمكن ما حسوا هن انه بحاجة يشرحوا اكتر وقت اللي شرحوا، ولكن انا لقيت لا، بعرف انا انه في كتير من اخواننا العرب يمكن يكونوا اميين بالاصل، يعني حتى يمكن ما معه ابتدائية، ولكن جاب مكان سي ان سي راوتر وحابب يشتغل عليها. انا بسطت الدرس بشكل حتى الانسان الامي، طبعا مش الامي كليا يعني ما بيعرف الواحد من اثنين لا، بس الانسان البسيط اللي هو يمكن معه بس ابتدائية بيقدر انه يفهمهم، بيقدر يروح يشتغل على السي ان سي راوتر باذن الله بدون اخطاء. وبتمنى مثل ما انتم استفدتوا ما تكونوا بخلاء، خلوا غيركم يستفيد، لانه هذا الفيديو يمكن انتم في منكم مشترك بالقناة عندي عم توصلوا، وفي البعض منكم عم توصلوا عبر صفحات الفيسبوك الجروبات على الفيسبوك عندما انا عم بنشر عليها، وربما بالمستقبل معود اقدر انشر عليها، لانه مثل ما سبق وقلت انه انا عم تاخذ معي وقت كتير وعم بتعذب كتير لحتى انشر عليها لهالجروبات، وفي بعض الجروبات احيان عم يرفضوه، ما بعرف ليش بيرفضوه للدرس مع انه هو كتير بفيد، اذا كانوا هني مثل ما بيدعوا انه هني فاتحين هذا الجروب للفائدة، ولكن انا بعتقد في البعض منهم بيدعي انه هو للفائدة ولكن هو للتجارة لان عم يستفيدوا منه، ولكن هناك البعض لا فعلا هو فاتح هذا الجروب للفائدة وعم بيتقبلوا الدرس الشرح، وعم بفعلا عم بيشجعونا على انه نحن نرجع ننزل الدروس ده. من هون انا بقلكم مش كل الناس يلي عندها سي ان سي راوتر هي خبيرة، في كتير من الناس بحاجة لهذا الدرس، ولكن مش كل الناس اللي هي بحاجة لهالدرس قادر توصل للفيديو هيدا، لأنه هي لا هي مشتركة عندي بالقناة ولا هي مشتركة بالجروبات اللي أنا عم بنشر عليها، ولكن يمكن تكون هيدا الناس في علاقة فيما بينكم وبينها. ما تكونوا بخلة وعملوا لهم شير، خليهم يوصلوا، دلوهم عليه، بعتوا لهم اللينك للفيديو خليهم يحضروا، معلش ما تخاف مش حينافسك بالشغل، لو صار عنده خبرة ما حياخد شيء من طريقك، الرزق على الله سبحانه وتعالى. أنا هياني أنا عندي مكان سي ان سي راوتر وعندي منشرة عندي معمل، فأنا يمكن لازم أقول لا أنا مش لازم أعطي هالمعلومات، لأنه في ناس كتير بلبنان عندها مكانات سي ان سي راوتر وما بتعرف هيدي المعلومات لعلمكم، عم يشتغلوا ولكن بطريقة اعتباطية وعم بيعانوا كتير.
وانا اليوم لما بيجي عم بنشر هالمعلومات ما حتوصل هي لايدهم هالمعلومات. طب كيف انا بعثت لهم هي وهن منافسين لإلي، منافسين بالسوق، انا وياهم بنفس سوق العمل. انا مني خايف لانه انا بعرف الرزق على الله. هلا يمكن يجينا بعض الناس العلمانيين، الناس اللي هن لا يؤمنوا بالارزاق، بيقول لك لا شو عم تحكيني حكي هيدا، انت كل ما كنت انت متخصص اكثر، كل ما كان عندك سريه اكثر، كل ما انت كنت بتكسب اكثر. يا خيي انا من جهتي قبلان، انا رزقتي في السماء وفي السماء رزقكم وما توعدون. انا رزقتي في السماء مقدره من الله سبحانه وتعالى، ما حدا بيقدر ياخذها من امامي. اضف الى ذلك انا ما بعتبر الرزقه هي كثره المال اللي بجمعه، اذا جمعت المليارات هولي مش رزقتي، رزقتي الثياب اللي بلبسها، اكل اللي باكله، الهواء اللي بتنشقه، نقطه المي اللي بشربها، ساعه النوم اللي بنامها بهناء وسعاده وراسي مرتاح، ضميري مرتاح، هيدي هي الرزقه. ولكن لو كان عندي مليارات الدولارات محطوطه بالخزنات مش رزقتي هاي، هذه يمكن تكون رزقه الورثه يلي بده يورثوني من بعد. لذلك يا اخوان ما تخافوا، انشروا العلم، وبس تنشر العلم لك انت رزقه ما بتعرف قيمتها هلا، بتعرفها من بعد الموت. لانه بعد الموت الانسان يا اخوان بينقطع عمله، مثل بقول الرسول عليه الصلاه والسلام المرء عندما يموت ينقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، او علم ينتفع به، هذا علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. خلينا نحن هلا صدقه جاريه يمكن ما قادرين، لا قادرين نبني مسجد ولا قادرين نعمل سبيل مي ولا قادرين نبني ميتم ولا الى اخره، نحن ناس يمكن نكون ناس فقراء، ولكن في بين ايدينا هذا العلم قادرين ننشره. انت هلا اذا اخذت هذا العلم وساهمت بنشره انت لك اجر مثل الاجر اللي انا بيطلع لي عندما انا عم بيجي سجل هالفيديو هيدا وانشره. بكتفي لحديت هون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله.